السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حصة اللغة العربية. عام جديد، واليوم طبعا هنتحدث على في الوحدة الأولى في القواعد النحوية في درس همزة القطع وألف الوصل. تعالى نتعرف بقى مواضع همزة، يعني إيه همزة القطع والوصل، والمواضع كل منهما. تعالى نشوف، يعني همزة القطع هي التي تظهر في النطق دائما، سواء في اول الكلام او في وصله، يبقى تظهر دائما سواء كانت في بدء الكلام ام في وصله، وترسم هكذا: همزه فوق السطر، فوق الالف او تحت الالف. يبقى ترسم همزه فوق الالف اذا كانت مفتوحه او مضمومه. طب تعالى نشوف اهو، مضمومه مثل ام كلثوم، امه، خلاص اقول ابدع، أتقن. يبقى طالما الهمزة مضمومة فإنها تكتب على فوق الألف. طب لو كانت مفتوحة يا مستر، أيضا فوق الألف: أحمد، أيمن، أكرم. خلاص أكتب أذاكر. هو هنشوف طبعا كل منهما لماذا كتبت الهمزة قطع وليست وصل. وأيضا تكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة. الأمثلة يا مستر هنقول إبراهيم، إسماعيل، إيمان، إحسان، إسحاق. يبقى طالما الهمزة مكتوبة فوق الألف أو تحت الألف في بداية الكلمة فإنها همزة قطع، فإنها تكون همزة قطع. تعال معا نتعرف على مواضع همزة القطع. فإحنا عارفين طبعا كلنا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فإحنا هناخد همزة القطع في الأسماء، ثم في الحروف، ثم في الأفعال. خلي بالك احنا بنتكلم على الهمزه في اول الكلمه، يبقى همزه قطع والف الوصل عباره عن الالف او الهمزه في اول الكلمه، اما اذا كانت في وسط الكلمه فانها متوسطه، في اخر الكلمه فانها تكون متطرفه. تعال نشوف مع بعض مواضع همزه القطع في الاسماء. احنا طبعا عارفين كلنا ان كل الاسماء همزه قطع، كل الاسماء همزه قطع. اهو احمد، ايمان، ابو بكر، ابو عبيده، امين، أحد. خلاص فدي كلها أسماء، فيبقى لما تيجي نعرف هنقول كل الأسماء همزة قطع، كل الأسماء همزة قطع ما عدا الأسماء التسعة، وهندرسهم مع بعض. بتكون الألف عندها ألف وصل أو همزة وصل سيان، يعني لأن بعض الكتب تقول لك ده همزة قطع، همزة وصل أو ألف وصل عادي سواء. طيب فنقول أحمد طالب مجتهد، فين الكلمة اللي فيها همزة قطع أو ألف وصل؟ قال لها أحمد، فدي همزة قطع. طيب هو السؤال بيجي يقول لك طب هي دي همزة قطع، أقول له ليه السبب؟ أقول له لأنها اسم، لأنها اسم. طيب الهمزة مفتوحة يبقى كتبتها فوق الألف. طب إيمان طالبة مجتهدة، الهمزة مكسورة فكتبت تحت الألف. طيب وهكذا باقي الأمثلة، ولكنها تنطق، تأمل أنها تنطق سواء في أول الكلمة، يعني أحمد نطقت همزة. طب حط قبلها الواو أو الفاء عشان أقدر أميزها في وصل الكلام أو في وسط الكلام، في وسط الكلام، فأقول وأحمد. يبقى ما ينفعش أقول وأحمد على طول، لا أقول فأحمد، ما ينفعش أقول فأحمد، لابد أن تنطق الهمزة همزة قطع. إذا هي همزة قطع تنطق سواء في أول كلام أو في وصل أو في وسطه. طيب احنا قلنا بقى طبعا كل اسماء همزه قطع ما عدا تسعه اسماء، تعالوا نتعرف عليهم: ابن وابنه اسم، خلاص، امرؤ وامراه، اثنان واثنتان، ايم الله، ايمن الله، مش اثنين اثنين اهم، ابن وابنه، امرؤ وامراه، اثنان واثنتان، ايم الله وايمن الله، دول القسم، يعني حد بيقسم، يعني زي بتقول اقسم بالله، والله، بالله، تالله، ده كله قسم، فبدل ما يقول والله فبيقول ايم الله، ده قسم. وكلمة مين؟ اسم. كلمة اسم أكثر الناس بتغلط فيها، ودي طبعا بتيجي كتير جدا الأمثلة دي أو القاعدة دي في التعبير وفي الإملاء. ما هو لازم يطبق لك على التعبير والإملاء من خلال الهمزات ومثل هذه الأسئلة. تعال نشوف، يبقى ابن وابنة، اثنان واثنتان، امرؤ وامرأة، أيم الله، أيمن الله، وكلمة اسم، دي كلها أسماء شذت عن القاعدة، لأن احنا قلنا القاعدة كل الأسماء همزة قطع ما عدا، خلاص كل الأسماء همزة قطع ما عدا الأسماء التسعة اللي احنا قلنا عليهم دول. طيب
تعال نتعرف معا، يبقى احنا كلمة اسم دي في حالة الجمع. طبعا في قواعد خاصة بكل واحد، يعني ابن خلاص وابنة، إذا سنيناهم، إذا سنيت طب نقول إيه؟ لو جت مثنى ابن وابنة، لو سناهم ابنان خلاص، أو ابنين، ابنتان أو ابنتين، ألف فصل برضه زي ما هي. أما لو جمعتها فقلت إيه؟ أبناء، تبقى همزة قاطع. وكلمة اسم أيضا لو جمعتها قال لي بتبقى أسماء، خلاص فحطيتها قلبت إلى إيه؟ إلى همزة قاطع. طيب، وكذلك كلمة اسم تحذف منها الألف أصلا في قولك بسم الله الرحمن الرحيم فقط، يبقى لو جت في عنوان السورة أو في بداية السورة فبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها تحذف منها الإيه؟ الألف. تحذف منها الألف وتكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا دخلت في وسط السورة أو كانت في وسط السورة زي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكتب الألف خلاص، تكتب الإيه؟ الألف. طيب، في قاعدة كمان خاصة بمين؟ بكلمة اب، ده طبعا لسه فيها كلام. ايه هو يا مستر الكلام؟ قال لي كلمة ابن، ده طبعا هنتكلم فيها باستفاضة، انها الالف تسقط في الرسم او في الكتابة اذا وقعت بين علمين الثاني قبل الاول، اذا كان وقعت بين علمين والثاني قبل للاول فانها تسقط. طيب، بعد كده الحروف كلها همزة قطع، كلها همزة قطع ما عدا ألف ولام الإيه؟ التعريف. يعني لما نيجي نشوف أهو، إن للمتقين مفازة، يبقى إن ده حرف إيه؟ ناسخ، إن ده حرف ناسخ. طيب، إن الكافرين إن الكافرون إلا في غرور، يا جماعة مش إن الناسخة، ولكن إن، يعني إن دي نافية بمعنى ما الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور خلاص. طيب، مش دي ان الناسخه، عشان كده الكافرون جاء مرفوع مبتدا عادي. طيب، الا في حرف استثناء، وان حرف نفي، قال لي اعلم ان الله تخير الكتاب او القراءه، يبقى او الى، كل دي همزه قطع زي ما احنا شفنا. طيب، كلها همزه قطع سواء باي حرف، حرف ناسخ، حرف عطف، حرف جر، وحرف، كل دي حروف، حرف استثناء كلها حروف ما عدا الكلمه التي تبدا بالف ولام، فالالف ولام دي اسمها الف ولام التعريف، فهما حرف وتكون الالف بتاعتهم مواصل. طيب، تعالى بقى نشوف الفعل. الفعل احنا عندنا الفعل المضارع. الفعل المضارع طبعا لابد اذا كان للمتكلم مضارع، المتكلم اي مضارع للمتكلم، فان الالف بتاعته تكون الف او همزه قطع. طيب، رقم 2 قال لي الفعل الثلاثي الماضي ماضيه ومصدره، أخذ أخذا، أكل أكلا خلاص، وهكذا أمر أمرا خلاص، أرق أرقا، أمن أمن أمنا، فكل ده أفعال ثلاثية ومصدرها. أما الأمر بتاعها فيكون فين؟ في همزة أو في ألف الوصل. أول الفعل الرباعي طبعا كله ماضي وأمر ومصدر، تعال نشوف هيكون همزة قطع زي مين يا مستر؟ نشوف الأمثلة. أحسن كما أحسن الله إليك إحسانا، يبقى أحسن وأحسن وإحسان، أحسن فعل ماضي رباعي، أحسن ده أمر رباعي، إحسان ده مصدر لفعل رباعي. أتقن، أتقن إتقانا، فكل ده رباعي سواء ماضي وأمر ومصدر، فإنه يكون همزة قطع. وده الكلام أهو، إحسان ده المصدر، إتقانا إقبالا، كلها همزة قطع. طيب، المضارع المبدوء بهمزة اللي المضارع احنا قلنا عليه، أصلي، أذاكر، لوحك، سواء بقى ثلاثي، رباعي، خماسي، مضارع، وللمتكلم فإحنا لابد أن تبدأ بهمزة قطع. بهمزة إيه؟ قطع. طيب، خلاص ماشي. طيب، ممكن نكمل إن شاء الله في وقت لاحق. أشكركم طلابي، ونكمل الدرس مرة أخرى. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.